الموساد الإسرائيلي عاد من جديد ليقوم بعملية اغتيال خطيرة في داخل العمق الإيراني، وهذه العملية هي طالت العقيد. حسن صياد خدائي، هذا الرجل هو يعتبر واحدا من أهم القيادات الموجودة في فيلق القدس الإيرانية، التابع للحرس الثوري الإيراني. الذي جرى مع هذا الرجل باختصار شديد جدا يوم أمس، العملية جاءت في عمق العاصمة الإيرانية طهران. هو كان في سيارته ويقود سيارته مباشرة إلى منزله، وبمجرد وصوله إلى منزله كانت هنالك دراجة نارية بانتظاره تتتبعه طبعا، ووصلت هذه الدراجة واقتربت منه، وكان هنالك شخصان في هذه الدراجة. طبعا قاموا بإطلاق 5 رصاصات مباشرة على هذا الرجل وأردوه قتيلا، وبعدها هربوا من موقع العملية التي قاموا بتنفيذها. العملية تأتي بهذه البساطة، ليس هنالك أي تعقيدات أمام هذا القيادي المهم في فيلق القدس الإيراني، وذلك لأسباب مهمة للغاية. أن هذا الرجل أولا ليس هنالك وليس لديه أي حماية أمام منزله، ليس هنالك حماية تتابع أو ترافق هذا الرجل بأي شكل من الأشكال. السيارة التي يركبها أساسا هي ليست سيارة مصفحة، وهي من نوع السيارات المعروفة في إيران السايبة تحديدا، وبالتالي لم يكن هنالك أي حماية لهذا الرجل. لذلك الأمور كانت قادمة بهذه البساطة، وكانت هنالك أيضا صورا قادمة لهذه العمل التي هزت إيران بشكل كبير جدا، وحتى الأوساط الدولية بدأت تنظر إلى هذه العملية. هذه واحدة من اللقطات القادمة لهذا الرجل وهو يقف أمام منزله أثناء عملية الاغتيال أو بعد عملية الاغتيال طبعا بكل تأكيد كما ترون هنا. وبالتالي عند النظر إلى هذه الصورة تحديدا مع عدد من المعلومات التي نشرت حول موقع عملية الاغتيال، سنلاحظ بأن هذه السيارة هي تقف أمام هذا الطريق الفرعي، واضح بأننا أمام طرق فرعية ليست بالطرق الواسعة بكل تأكيد. وبالتالي هذا الطريق الفرعي هنا واضح يقع المنزل طبعا الخاص به، وطبعا هنا كما نلاحظ في هذا المنزل هنالك أشجارا مزروعة في هذا المنزل بكل تأكيد، وهنا أيضا طريقا بهذا الاتجاه بهذا الشكل، وأيضا نحن أمام جدار آخر بهذا الشكل هو الذي يعني طبعا يأتي بهذا الاتجاه. بالنسبة لهذا الجدار الذي واضح جدا بأن خلف هذا الجدار مع هذه البوابة أن هنالك مساحة فارغة، هنالك مساحة توجد فيها أشجارا أو زراعة بهذا الاتجاه، وبالتالي قد تكون هذه العلامات كافية لوصولنا إلى النقطة بكل تأكيد، بالتوجه إلى الأقمار الصناعية الآن من أجل ملاحظة وأخذ هذه الملاحظات المهمة جدا، وبالهبوط مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران. هنا سنلاحظ بأن هذه هي طهران التي ترونها. العملية جاءت في المنتصف تقريبا، هي تأتي تعتبر من المناطق الشرقية طبعا للعاصمة الإيرانية طهران، وبالتالي بالوجود هنا وبتوجهنا في هذه المنطقة، هذا هو الشارع وهو شارع مجاهدين إسلام الذي جاء الكلام عنه بالتقارير الإيرانية بأن العملية قد تمت في تلك المنطقة. وهنا كما ترون هو مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان الإيراني، وصدق أو لا تصدق بأن العملية هي جاءت بهذا الاتجاه في هذه المنطقة على مسافة 340 مترا فقط، المنطقة قريبة جدا من مجلس الشورى الإيراني. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنقارن العلامات التي تحصلنا عليها بكل تأكيد أو التي نظرنا إليها بكل تأكيد بهذا الاتجاه، بالتالي بالهبوط إلى هذه المنطقة بشكل مباشر وبالالتفاف إلى اليمين قليلا في القمر الصناعي من أجل أخذ هذه الملاحظات التي تحصلنا عليها أو تحدثنا عنها الآن. وبالتالي سنلاحظ الآن بأن هذا هو الشارع الفرعي، هذا هو الشارع الذي كانوا يقفون فيه طبعا رجال الأمن بكل اتجاه، هذا هو المنزل، وهذه هي طبعا التي تحدثنا عنها، الأشجار التي كانت هي بالقرب من السيارة إلى جانب السيارة إلى شمال السيارة، السايبة طبعا التي تحدثنا عنها، وهذا هو الجدار الذي كان فيه البوابة طبعا، والتي طبعا توضح بأن هنالك عملية زراعة أو أشجارا بهذا الاتجاه. وبالتالي هذه النقطة توضح بأن الرجل هو كان قد يكون قادما بهذا الاتجاه إلى منزل، وبعدها تمت عملية الاغتيال بالدراجة، قد تكون هي تتابعه أو تنتظره في هذه المنطقة أو نفذت بشكل عكسي في هذه المنطقة من جانب القيادة ومن جانب المنطقة التي يقود فيها، وبعدها انسحبت بأي اتجاه من الاتجاهات. هذه العملية طبعا كانت مثيرة للغاية، كون أن هذه العملية تأتي في منطقة كما تحدثنا فيها البرلمان الإيراني عند الابتعاد مرة ثانية بالقمر الصناعي مرة أخرى، فهذه المنطقة من المفترض أن تكون مؤمنة. وفعلا وكالة فارس الإيرانية تحدثت أن العملية التي حدثت في هذه النقطة بهذا الشكل هنالك كاميرا أساسا تحدثت عنها وكالة فارس لهذه النقطة، وبالتالي قد نحصل على صور
فيما بعد عن لقطات لهؤلاء الذين قاموا باغتيال هذا العقيد الإيراني المهم. ولكن كانت هنالك معلومة مثيرة قبل 6 أيام من هذا الحادث الذي تم يوم أمس من إحدى الحسابات الإسرائيلية. الأمر والمعلومة التي نشرت قبل 6 أيام كما نتحدث هي جاءت من منطقة قريبة من منطقة الحادث أو مسرح الجريمة إن صح التعبير في هذه المنطقة. وبالحديث هنا عن المنطقة التي نريد الإشارة إليها، هذا هو البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى الإيراني. المنطقة تبعد تقريبا 6.6 كيلومترا فقط، نتحدث هنا عن بارك طالقاني. هذا هو بارك طالقاني الذي ترونه أمامكم. كانت هنالك إشارة لهذه المنطقة من إحدى الحسابات الإسرائيلية المهمة، ألا وهي الإنتلي نيوز، بهذا الشكل باللغة العبرية نشرت هذه الكتابة كما تلاحظون، في إشارة إلى إحدى التطبيقات التي تستخدم في الداخل الإيراني وهي من التطبيقات المشهورة في العالم، ونشرت هذه الصورة التي ترونها خلفها وهي في إشارة واضحة جدا إلى تطبيق ويز. هذا التطبيق هو الذي يستخدم في عملية كجي بي أس، طبعا يوصلك إلى المنطقة التي من الممكن أنت لا تعرفها، مثلا لا تعرف أين هو بارك طالقاني، تؤشر فقط أو تكتب بارك طالقاني وتتوجه إلى هذه المنطقة التي تحدثنا عنها. ولكن إشارة الانتلي نيوز هي تأتي مهمة للغاية، توضح هذه ووضح هذا الحساب بأن عملية تحركات الشرطة في هذا التطبيق في الداخل الإيراني يمكنك ملاحظتها بمجرد ما تحمل هذا التطبيق وتستخدمه بكل تأكيد، وبالتالي أنت سترى أين تتواجد الشرطة بأي شكل من الأشكال، أي بمعنى آخر عندما تبتعد نفذ، وبالتالي ستقلل من نسبة وستخفض نسبة معرفة من أنت وكيف تحركت ومن أين خرجت، وبالتالي تستطيع الهروب بسرعة كبيرة للغاية. بالتالي واضح جدا بأن الأساليب كلها في هذه العملية كانت بسيطة للغاية، الإشارات كانت بسيطة للغاية، ولكن هذا الرجل ليس بسيطا أبدا الذي تم اغتياله، هو رجل من الرجالات المهمة في فيلق القدس الإيراني. هذا الرجل تحديدا كانت هنالك الكثير من المعلومات التي جاءت عنه ونشرت عنه، هو أولا ينتمي إلى الوحدة 840، هذه الوحدة هي التابعة إلى الفيلق القدس الإيرانية، التابعة طبعا للحرس الثوري الإيراني. هذه الوحدة هي تعمل في العراق وفي سوريا. الرجل كان مختصا وموجودا في الداخل السوري، هو عمل تحت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في فترات طويلة من عمله في سوريا. بكل تأكيد كانت هنالك أيضا معلومات قادمة من إسرائيل ريدار أكدت أن هذا الرجل هو المسؤول الأول عن عملية نقل تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة إلى حزب الله اللبناني من أجل طبعا الحصول على هذه التكنولوجيا والضغط على إسرائيل، استهداف إسرائيل، تهديد إسرائيل، وأخذ إمكانيات حقيقية من الممكن أن يهددون إسرائيل فيها. بل إن هذا الرجل أيضا كان هو مساندا لنظام بشار الأسد في عام 2011 عندما انفجرت التظاهرات وانفجرت الثورة بوجه الرئيس السوري بشار الأسد، وتمكن فعلا ولعب دورا كبيرا في بقاء هذا النظام، في ترسيخ التواجد الإيراني بشكل كبير، حتى أن The Times البريطانية تحدثت بأن هذا الرجل كان مسؤولا عن جميع العمليات التي هي مختصة في عمليات الاغتيال للرجالات، للأكاديميين، للقيادات، للمسؤولين، للسياسيين، للدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا بشكل عام وحتى على مستوى العالم. الرجل كان يقود شبكة كاملة، يرسل أشخاصا معينين يجمعون المعلومات ويقومون بعملية الاغتيال والاختطاف وغيرها. وبالتالي هذا الرجل يعرف تماما وهو مهم للغاية، وليس بالرجل العادي، بل إنه كان أيضا يقوم بعمليات مثيرة للغاية بدأت تظهر في عام 2020 على مستوى الجولان. هذه هي الجولان، كان يستهدف إسرائيل بشكل مباشر ويقود عمليات مثيرة للغاية، إلى درجة أن جيش الدفاع الإسرائيلي في نهاية عام 2020 نشروا هذا المنشور كما تلاحظونه بهذا الشكل، وتحدثوا عن هذه الوحدة يونت 840، الوحدة 840 التي نتحدث عنها، التي يعتبر هذا الرجل هو أحد الأشخاص الفاعلين فيها بكل تأكيد. وتحدثوا طبعا وقالوا إيران we are watching you، نحن نراقبك يا إيران، وتحدثوا عن العمليات التي جاءت بكل تأكيد في الجولان، وبأنهم تعهدوا بأنهم لن يسمحوا لهذه المجموعة ولهذه الوحدة بالقيام بالمزيد من هذه العمليات التي كان هذا الرجل يقوم بها بكل تأكيد ويقودها بشكل مباشر. وعلى هذا الأساس واضح أن الإسرائيليين بدأوا يجمعون الكثير من المعلومات عن هذه الوحدة التي نتحدث عنها منذ ذلك الوقت، منذ نهاية عام 2020 وتحديدا في نوفمبر يأتي تاريخ هذه العملية التي نتحدث عنها. بل إن هذا الرجل أيضا بأن لديه أهمية كبيرة حتى على مستوى الطائرات المسيرة، الطائرات بدون طيار وفي صناعتها تحديدا، وهو الأمر
الأمر الذي تحدثت عنه The Times of Israel قالت خدائي لعب دورا مهما في الصناعة العسكرية الإيرانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطائرات دون طيار. بالإضافة إلى ذلك إن هنالك معلومة أخرى نشرتها قناة إسرائيل الثانية عشر أو القناة الثانية عشر الإسرائيلية، قالت إن هذا الرجل قبل عملية اغتياله هو عاد إلى طهران، هو لم يكن يعني حقيقة هو كان في سوريا، عاد إلى إيران وبعدها تمت عملية الاغتيال التي نتحدث عنها. والسؤال هنا الأكبر، كيف وصلت إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي بحسب الاتهامات الإيرانية إلى هذا الرجل المهم المتخفي في عمق طهران بهذه الدقة العالية للغاية؟ الأمر يأتي بشكل مثير بعد أيام من ظهور هذا الرجل نهاية الشهر الماضي، تحديدا في 30 أبريل نشرت معلومات عن هذا الرجل وهو يطلق عليه واسمه منصور رسولي. هذا الرجل تحدثت عنه فجأة التايمز أوف إسرائيل وقالت بأن الموساد الإسرائيلي قام بعملية تحقيق كاملة مع هذا الرجل في الداخل الإيراني وتحصلوا منه على العديد من المعلومات المرتبطة بالعديد من العمليات التي كان ينوي هذا الرجل القيام بها. وبالتالي باختصار شديد جدا من هذه المعلومات التي جاءت نهاية الشهر الماضي، الموساد الإسرائيلي والتايمز أوف إسرائيل حتى جروزلم بوست تحدثت أن الموساد دخل إلى منزل هذا الرجل، قام باعتقاله وقام بعملية تحقيقات كثيرة معه، حصلوا على العديد من المعلومات، بل أنهم قاموا بتسجيل صوته وهو يعترف بالفارسية أو باللغة الإيرانية طبعا باعترافات بالعمليات التي كان ينوي القيام بها، بل إنهم نشروها على العلن جميع هذه الاعترافات التي قام بها وهي موجودة وممكن لأي شخص الآن أن يتوجه لسماعها لمنصور رسولي. وباختصار شديد جدا هو اعترف بأنه كان يريد أن يقوم بعملية ويخطط لعملية اغتيال القنصل الإسرائيلي في إسطنبول، وكان يخطط لاغتيال الجنرال الأمريكي مهم جدا وكبير للغاية في ألمانيا، وأيضا كان ينوي عملية التوجه لاغتيال صحفي موجود في فرنسا لم تحدد الهوية، ولكن قد يكون هذا الصحفي إسرائيلي. التركيز أكبر على القنصل تحديدا، وأيضا اعترف بأنه تحصل على 150,000 دولار من أجل التهيئة لهذه العملية وعملية الاغتيالات، وبمجرد ما ينجح في هذه العملية ويختال الجميع طبعا بكل تأكيد سيحصل على 1,000,000 دولار. هذه الاعترافات بشكل مثير بعد ظهورها بعدها بأيام كل هذه الأوساط الإسرائيلية التي تحدثت عن منصور رسولي، فجأة ظهر هذا الرجل بتصوير خاص به بهذا الشكل وهو يتحدث من داخل إيران، ووثقت إيران هذا التصوير الخاص بهذا الرجل، وظهر وتحدث بأن هنالك عصابة أو كما وصفهم بالبلطجية قاموا باختطافه إلى مكان مجهول وقاموا بالتحقيق معه وأجبروه على ما قاله في التسجيل. هو لم ينكر التسجيل ولكن قال أجبروني، تحدثت أنا مكرها في هذا التسجيل الخاص، وبالتالي ليس هنالك أي صحة لهذه الأمور وليس هنالك أي جدية في هذه القضية. ولكن المثير بهذا الأمر بأن المعلومات التي نشرت في التايمز أوف إسرائيل هي تحدثت بأن منصور رسولي هو أحد الأعضاء في وحدة 840، نفس الوحدة التي ينتمي إليها خدائي، 840 الوحدة التي هي تابعة لفيلق القدس الإيرانية التابع إلى الحرس الثوري الإيراني. وهنا ما هو يزيد الأمر إثارة بأن إيران إنترناشنال كشفت عن خدائي أمرا مهما للغاية، قالت الآتي يوم أمس: العقيد الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين وسط مدينة طهران يوم الأحد أي يوم أمس هو نائب قائد الوحدة 840 التابع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أي إن هذا الرجل هو رقم 2 الذي اختالته طبعا واختاله الموساد الإسرائيلي بحسب الاتهامات الإيرانية في داخل إيران. وهنا يأتي الربط بين منصور رسولي وبين خدائي، هو أمر كشفته قناة أو القناة 13 الإسرائيلية التي قالت اليوم الآتي: من بين أمور أخرى قام خدائي بإرسال منصور رسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في إسطنبول. وهذا يوضح بأن عملية التحقيقات التي تمت في منزل هذا الرجل في نهاية الشهر الماضي تحصلوا فيها الكثير من المعلومات عن هذا الرجل وتمكنوا من اغتياله، وكانت هي هذه الطريقة ببساطة التي بالتأكيد توضح الارتباط الكبير بين الطرفين وكيف وصل الموساد الإسرائيلي، بل إن الموساد الإسرائيلي وعملية الاغتيالات متوقع أن تزداد في الفترة القادمة. هو أمر تحدث عنه هذا الرجل
ديفيد بارنيع رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد، الرجل الذي وضع تصريحات مثيرة للغاية متعلقة بعملية الهجمات والاختيالات في الداخل الإيراني بحسب جيروزلم بوست. كما تلاحظون هنا منتصف العام الماضي تحديدا تحدث عن أن ستكون هنالك مور assassinations، أي الكثير من عمليات الاختيال بكل تأكيد والهجمات في الداخل الإيراني. بالتالي واضح أن الإسرائيليين كانوا يتابعون كل صغيرة وكبيرة، وأنهم يقفون بشكل مباشر خلف هذه العملية من خلال جميع التصريحات حتى والمعلومات التي نشرت من هذه القضية. هذا الأمر وهذه الحادثة التي نتحدث عنها اليوم هي تعتبر ثاني أخطر وأكبر عملية اختيال بعد اختيال هذا الرجل العالم الإيراني الكبير محسن فخري زاده، هذا الرجل الذي طبعا اختيل بهذه الطريقة نهاية عام 2020 بروبوت قام بعملية اختياله. لم يكن هنالك أشخاصا، كان هنالك عملية كيلينج ماشين، ريموت كنترول كيلينج ماشين، كان هو عبارة عن روبوت موجود بندقية تتحرك يتحكم بها الموساد الإسرائيلي بحسب التفاصيل التي نشرتها النيويورك تايمز في 26 أكتوبر من عام 2021. نشروا جميع التفاصيل لهذه العملية التي نتحدث عنها، ولكن على الرغم أن العالم الإيراني يبدو أعلى، تبدو عملية الاختيال أخطر، ولكن العملية التي نتحدث عنها التي تم ضد خدائي يوم أمس قد تعتبر هي الأكثر جرأة وأكثر جرأة من هذه العملية التي نتحدث عنها. لماذا؟ إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نرى مواقع العمليتين أين تمت، أين تمت ضد خدائي كما تحدثنا وعرفنا أين هي تمت، وأين تمت طبعا ضد هذا العالم الإيراني المهم الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وبهذا الاتجاه وعلى مسافة 66 كيلومترا قد تكون أكثر تمت عملية اختيال العالم الإيراني محسن فخري زاده. لاحظ إلى شرق طهران، العملية التي نتحدث عنها هي جاءت بهذا الاتجاه في عمق طهران، هذا هو الفرق بالنسبة لمحسن فخري زاده. طبعا العملية لكي نتعرف عليها لمن لا يعرف في هذه المنطقة تحديدا عند الاقتراب إليها، من التفاصيل التي نشرتها النيويورك تايمز عن هذا الروبوت والعملية التي قادتها إسرائيل، والتي طبعا قامت بالعديد من عملية التجريب وعملية التدريب والتهريب لهذه المواقع، كانت هنالك ببساطة في هذا الطريق نقطة بهذا الاتجاه سيارة تراقب طبعا وتأخذ المعلومات عن الرتل الخاص بالعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وكان الروبوت تقريبا يتواجد بهذا الاتجاه هو ينتظر الإشارة. وبالتأكيد عند قدوم محسن فخري زاده ورتله بهذا الاتجاه أخذت طبعا الإشارة بأن محسن فخري زاده قد وصل رتله بهذا الاتجاه، وعند الالتفاف ووصوله إلى هذه المنطقة تمت عملية الاختيال بنجاح كبير جدا، وقاموا بضربه، وبعد ذلك وبعد اختيال محسن فخري زاده بكل تأكيد انفجرت هذه العربة بعدها بقيادة طبعا وبتحكم من بعيد، وأدت إلى تأثير كبير جدا وأثرت بشكل كبير على جميع الطاقم الخاص بالمرافق طبعا لمحسن فخري زاده. وبالتالي هذه العملية عندما نتحدث عنها هي عملية كانت أخطر بكثير، أكبر بكثير في التي جرت مع خدائي يوم أمس مقارنة بهذه العملية. وعلى هذا الأساس طبعا إيران أعلنت بأنها ستنتقم، وأعلنت إيران بأنها ستنتقم وبقوة.